ازيك شباب؟ معكم على جديد مع ايزي تيوب جيم نشاط. نلعب لعبة فاير ووركس يا جدعان، والنهاردة هنجربها مع بعضينا. اللعبة دي متحمس لها جدا في اللعبة وفي الحقيقة يا جماعة. وخلينا نبتدي جيم جديد، وخلينا نختارها في المدينة. اوكي، نختارها في المدينة. ونخلي بالنا يا جماعة اللي احنا المفروض لما نيجي نحط الصواريخ نحطها في اماكن ايوه تكون تمام، بحيث الصاروخ يطلع كده ياخد راحته ويطلع انتخ برنس. طبعا يا جدعان خلينا مبدئيا نشوف الصواريخ اللي معانا. واو، عندنا كميه محترمه روكيت وكيكات. اوكي، في كمان يا جدعان صواريخ مميزه. لا 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 والله، حركات واكشن. عندنا كمان صواريخ مجنونه، وعندنا كمان اوكي، عارفين يا جدعان الصاروخ المطاول ده اللي يقعد يعمل بقى شغل عالي ده، والله شكله يعمل اشكال وحركات واكشن. ايه ده؟ وانابيب؟ لا دي ما شفتهاش قبل كده بصراحه. غريبه وعجيبه. خلينا مبدئيا بس نجرب واحده كده على السريع. اوكي، لا انا بقول لكم عايزين نخلي بالنا عشان الجيران. طب ثواني، اوكي ثبتت دي. اوكي حلو، ايوه ظبط ظبط ظبط، ايوه جبت دي يا زعيم. خلينا بس نشوف دي هتروح على فين يا جماعه، ربنا يستر. ايوه على الغابه مع نفسك، عيش حياتي. لا 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 يا لهوي، كانت تجربه. ايه كلام يا جدعان؟ خلينا نشوف. هو عندنا كمان اللون البنفسجي المميز. اوكي يلا. ها؟ واو يا دلعو، والله منظر تحفه يا جدعان. خلينا نكمل بيت الصواريخ السخنانه دي. يلا. اوكي دي كمان. يلا تيرش. واو، بس بقى تخيلوا لو حطيت كام شكل كده جنب بعضهم كده مترصصين. طوابير يا جماعه، هنعمل احتفاليه رهيبه، ولو الجيران صحوا نقول لهم بنحتفل. كل ما افكر العب اللعبه دي افتكر لحظه الوصول ل 4 مليون اخ واخت. ايوه انا عارف ان احنا اتاخرنا. يلا بقى يا جماعه ما تصغرونيش قدام الجيران، الجيران هيشوفوني يقولوا يا ابو اللزاليز انت قاعد بتزقطط مع نفسك. لو انت لسه جداد معانا يا جدعان مش هوصيكم بضرب الاشتراك تحت اللون الاحمر، دوس عليه بسرعه وحولوا له اللون الرصاصي عشان يعني الجيران مش ماتوش فيا. ليه انت جاي بتستهبل؟ صحينا بالليل يا اخويا على الفاضي. فخلينا نجيب بقيه الصواريخ. عندنا ايه تاني؟ اوكي خلينا نشوف. بص يا جدعان نحط نشكل، ماشي خلينا نشوف دي كمان، نحط دي سريعا. اوكي ونحط دي كمان، بيقول لك اميزنج يا ابو اللزاليز، يعني هتعمل شغل رهيب. خلينا نحط كمان الصاروخ الاميزنج ده كمان. ها ده اختلاف الوان تقريبا. اوكي خلينا نشوف ده كمان. واو احنا هنعمل قلق يا جدعان في المنطقه. حقنا بقى، بس لو ما كانش كده هيبقى كسر حقنا وهناخد علقه محترمه. اوكي خلينا نحط دي كمان. عندنا ايه دي؟ عود كبريت؟ عامل زي عود الكبريت يا جدعان. ما اشربش، شيل كبريت. كبريت ايه يا جدع؟ اوكي حط دي كمان زي الفل. ايه ده؟ ده زي كده ميكروفون. واو، وعندنا مضحكه جنان، وعندنا ايه ده؟ حاجه اسمها الفايبر. اوكي وعندنا ولد 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 ما اعرفش ايه صواريخ. يلا بقى يا جدع عايزين نجرب صاريخ صاروخ باذن الله. متحمس طب جدا. ايه ده؟ ده باص ولا ايه؟ يلا حبيبي الله اللي بعده. كتير اول واحد. يا سلام على المنظر، هذا السخانة ده. يلا احتفل. معلش سوري يا جيراننا، بس بنحتفل كده احتفال السخانة. يلا نحط ده كمان. يلا اوكي السخانة انا. يلا طب استنى يا جدعان، هو احنا ما ينفعش نعمل حركة بحيث نخليهم كلهم مع بعضهم يشتغلوا؟ لو ينفع زي الفل. هنشوف في وسط الادوات بس نجرب بيت الصواريخ. يلا انت كمان، يلا اطلع مع اختك. واو ديري. ايه ده؟ يا جماعه هي باظت مننا ولا ايه؟ دي عامله زي الفلير. عارفين يا جدعان الصاروخ ده؟ اقول له اتضرب كده يفضل ينزل بقى، الدروب نازل هناك يا جدعان. لو حد عايز يروح على هناك على طول هيظبطك صعب. اعرف الدروب ده جاي من ابو اللزاليز، متوصي عليه يا جماعه في الجيفاويات. يلا الدروب اللي بعده. ايه ما يطلعش فنكوشي. يلا ضربنا الدروب اللي بعده، خلينا نشوف دي. يلا دي كمان معاه. يلا واو دروب بنفسجي كمان. وايه ده الصاروخ المجنون ده؟ ده شكله هيعمل قلق. والله المنظر تحفه يا جماعه، تحفه 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 بقى على الكلمه والله. يا تشوف الميكروفون ده.
ده اكيد هيعمل لنا بقى اغنيه. واو يا جدعان، بتحبوا اللي قبله ولا اللي بعده؟ اكتبوا لي في التعليقات انا واحد عجبكم من الاثنين، الاولاني ولا الثاني. خلينا نشوف دي كمان. يلا انا بصراحه متحمس جدا للمجنون. بس اللي قبلها راحت فين؟ اللي قبلها اختفى. هو كان دروب ده ولا بيستاهل؟ شفت يا جدعان؟ فرع وعمل ضحكه جنان. واو، خلينا نشوف ده كمان. ونشوف اللي بعده. ده كأنه مفكر. ايوه رحت فين؟ ده كأنه بايظ. ما ظبطش معانا، لا تظبطوا معانا. خلينا يا جدعان نشوف عندنا في كيك 2021، وعندنا كمان في النحله، وعندنا البوم، وعندنا ايه في تاني يا جدعان؟ دي مقلقاني والله بالصبح، عايز اجربها فيديو منه. يلا ايه ده؟ ايه ده؟ انا فكرت صاروخ يا جدعان هيطير فوق، طلع هيطير تحت. اوكي خلاص كده، اعوذ بالله. ده الجيران هتطلع تديني بالعلقه يا جدعان، ده انا هاخد علقه محترمه. ربنا يستر. خلينا نشوف ايه تاني. اوكي ده كان استهبال، ده مش بارود يا جماعه. تحدفه وتجري على طول كده بقى. ايه كلام ده؟ تحدف واحد كسخنا؟ ايه ده؟ ده حتى ما كملش يا جماعه، والله خساره فيكم فلوس يا جدع. خلينا نشوف واحد تاني ابيض. اوكي يلا التاني الصغير. يمي 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 خافي يا ايزي. لازم يا جدعان يكون الرياكشن بتاعنا عنيف على قد الصاروخ يا جماعه. هو صغير بس بيعمل قلق. عندنا في ايه تاني؟ عايزين نشوف دي. اوكي والله دي عارفه، لو نزلت لتحت فوق بقى شوف. اوكي واو، واحده بس جامده يا جماعه، واحده بس عملت قلق. انت طلعت هنا انا خلاص على كده بقى. خلاص يا جماعه، هو بس عملنا له السمايل. الالعاب الناريه لغايه دلوقتي جميله جدا جدا جدا. الفكره بقى هنعمل ايه؟ هنعمل شغل في الالعاب الناريه دي يا جماعه، نحط كميه محترمه. بس انا عايز اعرف ايه الكيكه؟ بيقول لك كيكه التنين. ها؟ في كيكه اسمها كيكه التنين؟ جرب. اوكي وخلينا نشوف. ايه ده؟ والله شكلها تحفه يا جماعه، والله اللنطه. ايوه الثانيه، طلع. يلا التالتة، يلا بقى خليك حلو. اوكي يلا اللي بعده. واو كمية محترمة. خلاص كده يا عم، دافع دم قلبي عشان تطلع لي أربعة بس، خمسة نحتفل بيه. يلا خلينا بقى يا جماعة دلوقتي نبدأ نخش بقى على الشوب، لأن هنشتري كمية محترمة من الصواريخ اللي احنا عجبتنا، وبرضه اللي عجبتنا وعجبتنا. فهنحط بقى الكمية كلها هنا، هنعمل فرح بمعنى كده. طب خلينا بس نجرب السمايل. أيوه لو هنجرب كميه مع بعضيها ونعمل لهم توصيلات، ايه اللي هيحصل يا جدعان؟ هو ينفع بعد ما احطها اوصلها؟ لا لا بس خلص بس الاول. اوكي بعد كده هنعمل هنا التوصيله. والله الليزر. اوكي الليزر يا جدعان هيظبط، هنربط كل الحاجات دي مع بعضيها بحيث نشغل واحده بس وتبدا تربط الباقي كلهم ببعضيهم، وينطلقوا كلهم انطلاقه واحده، ويعملوا قلق في المنطقه، يعرفوا لما نازلين وصل ل 4 مليون. يا رب يا رب يا جدعان نشد حيلنا والله. اوكي وصلناه. بص بقى يا جماعه، خلينا مبدئيا ومسبقا ايوه نوصل دي ونوصل دي تشجيعا لابو اللزاليز. نوصل الفيديو ده ل 60,000 لايك يا جدعان، نسبق بالاحتفاليه. اوكي احنا دلوقتي بنحتفل وبنشكح، فخلينا نوصل 60,000 لايك، وخليني اولع الحاجه وخليكم جاهزين ومبتسمين. انا باذن الله متحمس جدا للي هيحصل. اوكي يلا يلا، ده العيون اللايكات يا جماعه. ايوه واو، ايه ده؟ واو ظبطت. ايوه بقى الديل يا زعيم، احلى ضحكه دي ولا ايه؟ احلى صواريخ والله ظبطتها تحفه. السما كلها بتضحك فرحانه ومنسكحه. انا في المنطقه. خلينا نشوف عندنا ايه تاني.
وعايزين الكيكات يا جماعة، هنجيب كل أنواع الكيكات كي نحط واحدة هنا ونحط واحدة هنا كمان. اوكي للأسف دي ممكن تعمل مشكلة للجيران، ها مش عارف ليه الاتجاه راح لنا هيستقبل. ونحط دي اوكي، ونحط دي كمان. ده هيبقى المكان يا جماعة، هيحصل دلوقتي بص بقول لكم في حتة بتاعت التنين، وعندنا ايه بتاعت 2021 اتجاههم في السماء في السماء في السماء. الحمد لله. والله لو خطأ فني مني خلاص باي باي. ممكن نحط واحدة هنا بحيث نعمل اشكال مميزة، ونحط ده هنا. وبعد كده عايزين ايه ده؟ ايه الله، نحط واحدة هنا كمان ورا تمام. وبعد كده عايزين نعمل ايه؟ ايه النمر المقنع ده؟ نحط واحدة هنا كمان. جماعة نكتفي بهذا القدر، نعمل التوصيلات بتاعتنا، فخليني اوصل كله ببعضي. بفكر اخلي الدور الاول ايوه نوصلهم بدونه، بعد كده نوصل الباقيين بيهم. اوكي عملنا التوصيله الاسطوريه بتاعتنا، وخليكم جاهزين يا جدعان ومتحمسين للقلق اللي هيحصل دلوقتي، والصواريخ الرهيبه والاشكال والالوان الرهيبه اللي هنعملها دلوقتي. يلا بدأنا بواحد. واو لا ده لسه ده كده دلع. يلا اللي بعد. التوصيلات بتمشي بتكمل. شوف 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 شوف، اول ما توصل للاثنين التانيين دول هيبداوا يشتغلوا. اوكي كل ما نقرب من بعضيهم هيكون احسن لنا. يلا هيطلع الاثنين دول. يلا 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 واو يلا ده. ايوه اديله كده طلعت كذا واحد. لا 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 يا سلام سلم، شوفوا الجمدان يا جدعان. سلام سلام كمل. والبحر طلع عندنا 4 مليون. خلاص خلصت بجد، والله كانت تحفه تحفه تحفه، والله مجنونه يا جماعه. اوكي دلوقتي عندنا في ايه تاني؟ عندنا ممكن نجمع دول مع بعضيهم. والله يا جدعان عندنا في البتاع ده الثعلب، الثعلب المقهار، ونحط ده كمان. خليهم قريبين من بعضيهم، انا عايز اجربهم كلهم. يا جماعه حاطين حاجه باسامي يوتيوبرز. اوكي نحط دي كمان، نحط الكاندي. فين ابو اللذاليز؟ ها انتوا نسيتوه ولا ايه؟ خلينا يا جماعه نحط دي كمان. اوكي نعمل توصيلات ما بينهم. اوكي نعمل التوصيلات، كلهم قريبين من بعضيهم. يلا بقى حته كده على السريع. يا ثعلب اوكي يلا اللي بعده. تحفة اللي بعده. دي في الانجاز يا جدعان، يضرب ضربة واحدة تعمل شغل رهيب. سلام كلكم اجمل من بعضكم، بس بيخلصوا بسرعة او مش بيخلونا نستمتع زي التانيين. هي احلى حاجة بيني وبينكم هي الكيكات دي، ملهاش اي 60 لازمة. خلينا نحط واحدة هنا. اوكي نجرب واحدة كده سريعة. اجري بسرعة يا بلدنيز، هتعمل قلق في المنطقة دي. مين يا جدعان بيبقى بره مثلا عايز يجرب حاجه زي كده بيك حدفه صغيره تيجي عامله كده؟ يقول لك البتاع المعفن ده انا جبته على الفاضي ولا ايه؟ ها؟ ثواني ايه ده كمان؟ شغاله دي؟ دي منظر دي ولا العاب ناريه يا جماعه؟ معقوله؟ ثواني ثواني خلينا نشوف. انا مش فاهم حاجه. نقعد دي طب لو جربنا عملنا توصيلات. مفهومش توصيلات. اوكي طب الانبوبه دي مش فاهم، مجرد منظر يعني؟ والله يا جماعه شكلها بس مجرد. اعوذ بالله اشتغلت الانبوبه. امشي بعيد. حد شاف ابو اللذاليز؟ يا جماعه مش انا. مش انا. مش انا. ايه اللي حصل بالظبط؟ ايه الهبله دي؟ لا ده الفضخ غلط راح يعملها خالص هنا. اوكي هنجرب يا جماعه دلوقتي. ايه رايكم نختار انو كيكه؟ هنفكر في 2021 وخلينا نشوف ايه تاني. عندنا بتاعت التنين تحفه، حتى هنا واحده كده كمان جنبها. بصوا بقى نحط واحده هنا كمان، وبعد كده هنجيب شويه من ايه؟ ابو ضحكه جنان. وبعد كده عايزين نحط ايه تاني؟ اميزنج جراني. ثواني يا جماعه، هم عاملين صواريخ للجده الشريره. ايه الهبله دي؟
اوكي قد انا بتعليل يا جماعه البتاوي ظبط الله جراني احنا هندلعك ادينا كمان عايزين نشوف حاجات تانية ممكن نحط واحد الفايبر نبدا بقى نعمل التوصيلات بتاعتنا 10 على 10 تمام خلصنا التوصيلات بتاعتنا تقريبا ظبطت كده يا جدعان اوكي نبتدي بقى نصاروخ باللي واقع ده يلا هو ده يا اما هيظبط يا اما هيلخبط بص كتير ولا جنين اهو على الجنان اهو يا جدعان الفول 21 ايه ده خلاص تكلموا جد والله جت في الاخيره جامده يا جدعان 100 100 ظبطت كده صح خلينا نشوف انا عايز اشوف يا جماعه احنا دي جربناها معقوله بس ما يغركمش الصغير ده ممكن بجد انت بتهزر ها وي 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 على الاستقبال اه تحفه بص عارفه تطلع التين كده على الهادي عندن يا سلام ايوه بيرفكتو الله عليك ايوه طلعي بقى دي مخزنهم في من بدري خلصتي ولا لسه في حاجه تانيه مخبيها سوسه لا الحمد لله كده خلصت يا جدعان بص يا جماعه انا عملت تجربه منوبه جمعت الصواريخ التعبانه دي مع بعضيها ف نشوف ايه ده مش باينه اساسا اهو لقط ولا 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 سايب كله ايوه يا راجل بس كده واو لا تحفه وصغيره حجمها صغير بس جميل بتدي الوان تحفه يا جماعه اوكي معقوله ايوه بقى اللي بتطلع صواريخ هي دي هي دي اللي بتطلع صواريخ اوكي دي اللي بتطلع صواريخ كتير اوكي خلينا يا جدعان نجربها اخر واحده ايوه هي دي يلا يا جماعه جاهزين عملت توصيل اي كلام كروته يلا نشوف بقى كروته هتعمل ايه ايوه ايوه اديله اديله ايه ورا بعض تكلوب تحفه ايوه بقى اديله اديله كمان حطك الصواريخ السخنانه دي قاعده تجري في وسط الزحمه اوكي كده يا جماعه احنا خلصنا التجربه الرهيبه والاحتفاليه الرهيبه بتاعتنا النهارده وقبل ما نختم هنشوف اخر 2 4 6 اوكي من 2021 الصواريخ الالعاب الناريه الاسطوريه خلينا نشوفها هتبقى عامله ازاي يا جماعه دي التجربه الاخيره اللي هنعملها الله تكون ان شاء الله سنه جميله علينا كلنا يلا 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 اهي البدايه بتاعتنا ايوه بقى اديله ورا بعض واو ايوه يا زعيم ايه والله جنان ايوه بقى ايوه يا زعيم بس كده خلصنا يا جماعه عملنا قلق في المنطقه حاجه انا بقى عشان شكل النهارده ممكن يحصل لي حاجه ما تستناش بقى باللايك ولو انت لسه جديد معانا مش هوصيكم تشتركوا معانا في القناه اشوفكم بقى جاي فيديو جديد مع ايس تيوب جيمنج يلا سلام